يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، نكمل بالجزء الثاني اللي يخص محاضرة الهارت فيلر. آخر شيء وصلنا إلى الأشياء اللي ممكن تسبب لنا الهارت فيلر، وذكرنا هاي الأسباب. هي إحنا إذا فهمنا أصلاً من قبلها، لأنها مجرد يعني هيك دقائق استذكار نعرفها، تمام؟ زين، بالنسبة لهسه نبدي بأكيوت ليفت هارت فيلر. هسه عرفنا إحنا ليفت هارت فيلر يعني مشكلة صايرة بجهة الليفت من القلب. زين، اكيوت شنو يعني اكيوت؟ يعني صار لفتره قصيره من صار، اوكي، ما صار لفتره طويله. اما كرونيك فصار لفتره طويله من صاير، مثلا صاير له اسبوع اكثر الى اخره. فالمهم شنو يتميز الاكيوت ليفت هارت فيلر؟ الميزه الاولى انه يتميز ان هذا يعني الشخص من يجيك هذا باكيوت ليفت هارت فيلر شنو تشوف بيه؟ يعني هذا يفيدك بالكيسات، يعني تفيدك هاي من يذكر لك شغلات تعرف انه بالكيسات، تعرف الشخص تلقى بيه ديزني اللي هي شنو يعني شورتنس اوف بريث اترست، يعني هو قاعد ما عنده شيء. بس مثلا انا قاعد بس ما جاي اصور، يعني قاعد مش صافن، يصير عندي صعوبه بالتنفس وانا قاعد ما جاي بس عندي صعوبه بالتنفس. كذلك ان ممكن يصير رابيدلي بروجريسنج تو اكيوت ريسبيراتوري ديستريس، يعني شنو يعني ان الانسان يصير عنده شو نقول ما مرتاح من ناحيه الريسبيراتوري سيستم، يعني عنده اختناق الى اخره الى اخرها، اورفينيا ان يعني من ينجطل يختنق، يصير تنفس العفو عنده التنفس يصير صعب. وعندنا البروستريشن اللي هي يكون فيزيكال ويكنس اور اكزهاستشن، ان سوري يعني شو نقول تعب جسدي، يعني يقول لك انا دكتور انا تعبان، يعني هيك يقول تعبان ومهلك ما بيحل اسوي اي شيء. بيرسبتيشن فاكتورز مثلا شنو اكيوت ام اي، يعني اشياء ممكن تسببه، ممكن كذلك ممكن نعرفه من الهيستوري، يعني الهيستوري هم يساعدنا انه نعرف اكيوت ليفت هارت فيلر وهاي الاشياء تشوفها بي. ممكن يجيك اجيتيتد بيل مثلا شاحب كليمي منهك الى اخره من هاي الامور. كذلك اذا تتذكرون بالبدايه كلش ذكرت لكم ان ايديه ويعني الايدين والاقدام تكون بارده من تلمس، تكون بارده قلنا ليش؟ لان يسبب لك فازو كونستراكشن، فالدم الواصل قليل، فاذا الدم اللي هو اصلا مسؤول عن معادله الحراره ما جاي يوصل قليل فاكيد راح تشعر انه بروده. كذلك البولس يكون رابد، يعني من قيس البولس ما دقات مثلا ناخذ الراديو بولس، اللي يعرفه يعرفه واللي ما يعرفه مثلا هسه هاي ايد وهذا الابهام مثلا. المهم فكره ان هاي عظمه الراديال اكو هنا، هنا اقيس البولس بهذا الجهه راديال بولس يسموه، من اقيسه يكون سريع رابد، يعني دقاته سريعه تكون. زين، بالنسبه they may operate to slow heartbeat in some cases، يعني اكو بعض الكيسات تكون شويه سلو، يعني سلو برادي كارديا انه يعني دقات القلب تكون قليله. كذلك هذنا يعني هاي البرادي كارديا الاخري ممكن تضمن من هاي شغلات الهارت فيلر. البلود بريشر يعني من تقيس الضغط مالته تلقاه هاي يعني عالي، ليش؟ يعني عندك سمباثيك نيرفس سيستم مشتغل. فاذا جاك سؤال يقول لك، اذا انا مثلا سالك بالكيسات او سالك بالاوسكي يقول لك انت من تقيس الضغط؟ الابو الهارت فيلر تلقى عنده ضغط عالي، ليش؟ تقول لي يعني منطقيا حسب فهمنا قبل تقول لي اكو اكتيفيشن للسمباثيك نيرفس سيستم، فهذا يخلي دقات القلب اسرع وبالتالي فازو كونستركشن الى اخره، فصير عندك هارت. بس يكمل يقول لك بات ات مي بي نورمال اور لو، مرات تلقاها نورمال مرات تلقاها يمتى؟ if the patient is cardiogenic shock. ان cardiogenic shock هاي اكو محاضره يسموها الشوك وبها انواعها، ما راح ندخل بها اي تفاصيلات. الكارديوجينيك شوك مجرد تعرف ان هي حاله مرضيه القلب ما يضخ عدل، يعني او ما يضخ الدم كافي يلبي حاجات الجسم، ف يعني معرض هاي موجوده بالتوازي مع الهارت فيلر، فصير دقات البلود بريشر يكون نورمال اور لو. تمام، زين. الفيزيكال اكزامينيشن يعني من اجي هسه انا المريض على السديه واريد اسوي له فحص سريري، يعني شنو القى؟ الجيجولار فينوس بريشر او اختصاره جي في بي القى الفيتد سبيشلي اف ذير از فلود اوفرلود اور رايت هارت فيلر. زين، شنو يعني الانسان يعني ما يعرف الجي في بي؟ هذا الانسان هاي رقبه مثلا. المهم عند هنا بهالمكان مثلا اكو فد فين معين يعني تلقى، فيصير خلف البوستيرا تو ذا اكسترنال كليد ماستود مصد اكو مثلا هسه عضله. فالمهم نفرض هذا هو الجي في بي. الجي في بي هو بالعاده انت ما تلقى شيء اكو فين كبير موجود برقبتك وقاعد ينبض وكلها تشوفه، لا،
وانما تكون يعني بهذا ولا جماعه الاكيوت ليفت ار فيلر تلقى عندهم شوي ظاهر تشوفه الفيتد يكون وتشوفه بعينك يعني ظاهر ومن تتحسسه تتحسس انه قوي. ويقول لك خصوصا هذا يكون يمتى من عندك فلود اوفرلود بالرايت هارت فيلر. احنا اتفقنا بالرايت هارت فيلر شو يصير؟ يصير عندك مشاكل ويرتفع الضغط ويرفع الضغط مال فينس مال انفيرير فينا كافا وسوبرير فينا كافا، فايش راح يخلي عندك هذا يصير يورم. فمن يورم هو التورم يعني شنو؟ فلود اوفرلود. بعد يعطيك ملاحظه يقول لك على هاي الفحص يقول لك ان اكيوت هارت فيلر there is no time for ventricular dilation، يعني ماكو وقت انه هو يحاول ينبض بسرعه، يعني ما يعني ماكو وقت انه يتوسع ويرجع ينضغط يتوسع ما يلحق لان هو صار عنده في المشكله. فالابيكس اللي هي الابيكس هذا الجزء من القلب is not displaced، ما متغير من مكانه. قولون جاب ريثم، هاي طبعا شنو هاي مواصفات ان يعني فيزيكال اكزامينيشن يقول لك شنو تلقى فيزيكال اكزامينيشن يقول لك جي في بي اليفيتد، يقول الابيكس مال هارت از نوت displaced لان هو من ينبض ويتحرك يعني يتوسع ويرجع ينقبض فشوي يصير حركه بالابيكس، بس هو هنا ما جاي لحق يتوسع يعني شلون كانه ثابت بمكانه ما جاي يتحرك فتلقى غير متحرك. اكو رثم، هاي اشياء مرحله رابعه الى اخره، مجرد تعرف ان اكو قالون قالوب رثم. ممكن تسمع الصوت الثالث، احنا وعدنا S1 S2، اكو S3 اوكي S4، فالثيرد تلقى تسمعها. وكذلك شنو بعد عندنا؟ تسمع مرمر تمام؟ فتقول له مرمر وقالون كبرثم هارت ثيرد هارت ساوند والابيكس از نوت displaced ما متغير مكانه. بعد تشيست اكزامينيشن، من تسوي تشيست يعني تكشف صدر المريض وتجيب سماعتي تسمع صدره الى اخره، فتسمع كراكلز في اشبه لك اياها هالطريقه. مثلا هسه هاي الرئات، هاي البيس يسموها يعني القاعده مع الرئات، فمن تخلي السماعه مالتك مال الطبيب فايش تسمع كراكلز. كراكلز اكثر شيء اشبه لك اياها اذا عندك اخو صغير او انتم كنتوا صغار كان عندنا شنو هاي الاحذيه نلبسها اللي تكون تنلزق، فاذا شايف هاي اللزق من فتحه وسده اكو شيء صوت يصير، فهو هذا اشبه الصوت بالكراكلز تمام. نيمت السمعه بالبيس اذا كان بولمونري اديما اوكي، اذا عنده بولمونري اديما صاير تورم بالرئات تسمع هاي الكراكلز، او تسمع كريبتيشن مو بس بالبيس يعني تسمعها بكل الرئات، هاي يمتى اذا الحاله كلها سيفير تمام. وكذلك تسمع ويز، الويز هو شنو؟ مثل الصفير، صفير تسمع بالسماعه مال الطبيب. من يسوي زفير، من يسوي زفير المريض تسمع ويزنج يعني صفير، صفير عادي يعني صفير تسمع زين. هاي بالنسبه للفيزيكال اكزامينيشن اذا سالنا عليها شنو يقول وات ار مثلا ذا فيزيكال اكزامينيشن مال المريض، فتقول له جي في بي وهاي الشغلات اللي حكيناها. طبعا هذا مهم، طبعا المفروض نعرفه هذا مهم، هذا يعني ممكن احنا كل المهمات بس يعني هذا وهذا يعني يحبون يركزون عليه الدكاتره، بس هذا ما ينسي مهم. كرونيك هارت فيلر، هسه خلصنا الاكيوت اللي قلنا شنو يعني تو صار ما صار لفتره طويله، هذا صار لفتره طويله. يعني ذول الاشخاص بالكرونيك انه شويه يتحسن ويرجع طبيعي، يتحسن ويرجع طبيعي، وهنا بيصير عنده ديكومبنسيشن. اذا تذكرون احنا من عندنا اذا كانت الحاله السوء شوي 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 فالجسم يبدي يحاول يتعود ويسوي فد ميكانيزمز يتعود على المشاكل الجسم فنسميها كومبنسيتد. فهو من يرتاح انه بيرجع ما مرتاح فيصير عنده ديكومبنسيتك الى اخره، فالاعراض مالته شنو يصير بيها؟ وورزنينج وتتطلب مستشفى تمام. فيعني المهم هذا الشخص ان اوفن شوف فولو ريلابسينج اند ريميتنج كورس، يعني يصير ريلابس ويدمر والى اخره، واكو فترات يصير بي ستيبل واكو لا ابسود يصير ديكومبنسيشن تنلاص عند السالفه بين قوسين فيحتاج مستشفى. بالنسبه للسيمبتومز الكارديك اوتبوت قليله اوكي متفقين عليها، فسبب لك فتيك تعب وكذلك listless و poor effort tolerance يعني ما تشوف عنده فعالية إلى آخره. The extremities are extremities تكون cold اللي هي يعني إيديه وأصابعه مال إيديين ورجلين قلنا تكون cold وعرفنا إنها بسبب vasoconstriction. The blood pressure تلقى له تمام، ركز chronic جاي نحكي هسه حاليا. effect on blood flow قلنا الجسم من يصير عنده هارت فيلر وش تفعل السمباثيتك والنظام الراس اللي هو RIA system، فالجسم او الدم يحاول يتجه من المكانات
شوية أقل أهمية إلى الأهم كلش، اللي هي من الأهم كلش يعتبرها القلب والعقل. للأسف الرئات ما يعتبرها مهمة، فيحاول يقلل إذا هو يجي فيصير أقل الواصل للرئات. تمام، العفو وال شو اسمه الكدني الكلى الكلية. فشوف، وكذلك هم السكلتال مسلز ما تروح لها، فاذا انت السكلتال مسلز اللي تتحرك بها يعني العضلات الهيكليه ما جوصلت، فاكيد راح يصير عندك فتيك تعب ويكنس. كذلك البور رينال بيرفيوجن، قلت لك الدم يوصل قليل، فراح يسبب لك ريديوس يورين اوتبوت، يعني البول يكون قليل. وهاي الحاله شو نسميها؟ هاي باليورينال سيستم، راح تاخذوه خلوه من هسه حفظوه اوليجيوري، يعني الدم الجاي ينتج المريض يكون قليل. اند اكيوميليشن اوف ويست برودكتس ان ذا بلود، فيعني الاشياء المفروض تنطرد بالبول ما جاي تطلع، لان انت دم جاي يوصل قليل، فايش راح يصير عندك؟ الدم البول جاي يطلع قليل، والاشياء الضاره يسموها ويست برودكتس ترجع للدم مره ثانيه، يسموها يوريميا. كذلك عندك ويت لوز، اللي يسبب لك انك شنو؟ خساره بالوزن. ليش؟ لان اكو يكون عنده قله، هذا اللي يصير به كرونيك هارت فيلر، ان شهيته تقل، ما يشتهي ياكل، المصطلح الطبي يسموه انوركسيا. فهاي وحده ما ياكل، وبنفس الوقت عنده امبيرد ابزوربشن، جهاز الهضمي وظيفته انه يمتص، انت من تاكل الاكل هو يمتص ويودي باقي الاجزاء، فيصير عنده مال ابزوربشن، لا الجهاز الهضمي يمتص الاكل ولا هو يشتهي. فتتخيل يعني حتى لو تجبر روحك تاكل هذا ما جاي يمتص، فيطلع ويا الفيسز ويا الاخرين. ف يعني منطقيا ايش راح يصير؟ راح تخسر وزن، خسر عندك كاتشكسيا والى اخره، يعني من الحالات. وكذلك بور تيشو بيرفيوجن، يعني التيشو الانسجه مال الجسم جاي يوصلها الدم بسبب ان الكارديو كات قلنا قليل، و سكلتال مسل ويستنج راح يصير، يعني انت العضلات ما جاي يوصلها الدم، فانت شنو اذا دم عضلات ما جاي يوصلها الدم، فتتغذى على شنو؟ ما تتغذى على شنو، راح تبدي تاكل روحها تفلش روحها، وانت تعبان ما بك حيل تتحرك، فايش راح يصير عندك؟ مسل ويستنج. مسل ويستنج يعني شو نقول؟ يعني كذا الانسان شوف بس عظام ما تلقى لحم عنده، هي هاي بين قوسين مسل ويستنج. اوكي، شنو الكومبليكيشن؟ هسه عرفنا كل الاعراض والى اخره، هسه الكومبليكيشن، كومبليكيشن شنو يعني؟ يعني شو نقول؟ الاشياء مضاعفات، يعني راح يصير عندك هارت فيلر، بعد شنو مضاعفات راح تصير عندك غير الاشياء المتعلقه بالهارت فيلر؟ رينال فيلر، انت مو عندك بور رينال بيرفيوجن، فالدم الواصل لها قليل، ف وممكن تنلاص السالفة أكثر، أنت من تنطي دايرت كثيرة بي أي سي إنهيبيترز، أنجيوتنسين ريسبتر بلوكرز، ذنّا من تنطيهن ممكن يسوون إكزاربيشن، أوكي؟ للرينال فيلر، لأن ذنّا مثلا شغلات يعني أنت أصلا الدم الواصل قليل، وهاي ذنّا الأدوية أكو بيهن شنو؟ يخلّن الدم يطلع يعني السوائل الطبي تطلع خارج من بالبول، فهاي كلها تأثر، أنت ليش تنطيها أشياء مدررة؟ يعني أنت الهارت فيلر قلنا شنو؟ مورم يعني بسوائل اكثر، فانت تعطي ادويه تخلي الانسان يدرر هاي السوائل، يدررها بالكليه ويطلع بالبول. زين، هو اصلا انت كليتك ما جاي تشتغل عدل، لان الدم الواصلها قليل، الجسم ما معتبرها جزء مهم، وانت جاي تعطي ادويه تقلل يعني السوائل الفوليوم الدم اللي بجسمك هم تقلله، هو اصلا قليل على الرينال، يعني انت جاي تتخيل شنو جاي يسوي، فممكن سبب فشل كلوي، فهذا شيء احد الكومبليكيشنز. هذا مهم صراحه، ممكن يجي كسؤال وات ار ذا كومبليكيشنز اوف هارت فيلر. تمام، الكترولايت امبالانس، هاي بالامارة تعرفوا الكترولايت اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والى اخر كالسيوم والى اخره اليود والى اخره من الالكترولايتس، ذن واشهر شيء الصوديوم والبوتاسيوم. ممكن يصير عندك هايبوكاليميا، كاليميا ايميا اللي انت بايميا يعني دم، تمام، وهايبو يعني قليل، وإيمي قلنا دم، كالا يعني نسبة إلى البوتاسيوم، أوكي؟ فبوتاسيوم قليل بالدم، خصوصا إذا أنت تنطي أدوية بوتاسيوم لوزينج دايرتكس، أكو أدوية عدة أدوية مدررات يسموها دايرتكس، هاي تأخذها أنتم باليورين سيستم، لأن شو شغلتني خلنا الجسم واشتغلنا على الكلية خلناها شنو تطرد السوائل، ف من جملة ممكن هاي السوائل تنطرد هي البوتاسيوم، فيبدي يقل بالدم، فمن يبدي يقل ممكن يصير عندك هايبوكاليميا. كذلك إذا الدسترون، إحنا عرفنا الالدسترون ينفرز وإنه يهمي يخلي يعني مثلا الالدسترون شنو شغلته؟ خل أوصل لكم فكرة، هي المشكلة إذا قاريها بالأمار فاهميها، وإذا ما قاريها هي شنو شغلتك؟ يعني الالدسترون شو يسوي؟ يخلي هسه مثلا تخيل هذا راجع إلى البلود فيزل، أوكي؟
وهذا هو المكان مثلا مال النفرون اللي هو يصير بيه عمليات هاي الموازنه. يعني تخيل هاي الكليه مثلا، هسه هاي الكليه يعني التشبيه كلش. فشي يسوي الالدسترون؟ يقض الصوديوم هذا مثلا، شي يقول له؟ يقول له ارجع للبلود. فالماي دائما يتبع الصوديوم فراح يرجع وياه. نفس الوقت البوتاسيوم جاء راح يطلع برا، فمن يطلع برا بالكليه راح ينطرد بالبول. فانت جاي تخيل جاي تطرد هواي بوتاسيوم، فايش راح يصير بالدم؟ هايبو كالا ايميا، يعني بالدم بالدم عفوا. زين، مو بس هايبوكاليميا، ممكن تصير هايبركاليميا، يعني يزداد وهنا هاي طبعا خطره، لان البوتاسيوم بالجسم ممكن ياثر على القلب ويسوي هواي مشاكل والى اخره من العظام. ف promote renal maybe do the effects of drugs. اكو هم ادويه تخلي الرينال بالعكس، ذيك هنا تطرد البوتاسيوم، هنا لا تمتصه، مثل اي سي انهبيترز، اي ار بي اس، هاي كلها صرحنا شيء ثاني، وماينر مينرال كورتيكويد ريسبتر انتاغونست. هذا شنو؟ يخلينا الكليه يقول لها رجعي البوتاسيوم، يعني بدل ما تنطرد يقول لها لا رجعي، تمام؟ يقول لها رجعي، فممكن يسبب لك هايبركليميا. بعد عندنا هايبونتريميا. هايبونتريميا يعني شنو؟ هايبو قلت لك قليل، ونتري يترمز الى الصوديوم، ان اي ايميا الدم. فيقول لك احدى الفيوتشرز مال يعني مميزات مال هارت فيلر انه يكون يعني مالته البروجنوس يكون قليل، وكاست باي دايرتيك ثيرابي يسبب كاست باي ان هاي هايبونتريميا هي يصير عندك دايرتيك ثيرابي. دايرتيك ثيرابي يعني ادويه جاي تاخذها مال المدرره. ف من يصير عندك فازوبرسين شو نقول؟ هو الفازوبرسين شو يسوي؟ هو نفس الـ ADH اللي هو شو نقول؟ انتي دايرتيك هرمون، يعني يرجع الصوديوم الى الدم. فاذا هو قليل ما راح يرجع، فراح ينطرد الى الخارج. فاذا مشاكل عندك بالفازوبرسين وكذلك فيلر اوف ذا سيل ميمبرين تو ايون بامب، هاي الايون بامب يعني يقصد بها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس. هذين شو شغلتين ينظمن عمليه ما بين يعني الخلايا الانتقال عن طريق السيل ميمبرين. فاذا صارت عندك فيلر فشل فيها او عندك فد مشاكل في الفازوبرسين، هاي يسبب لك الهايبونتريميا الهايبركاليميا انه يزداد عندك البوتاسيوم وهاي الادويه، والهايبوكاليميا لا يقل البوتاسيوم، تمام؟ كومبليكيشن بعد شنو عندنا؟ ممكن يصير عندك مشاكل على مستوى الكبد نفسه. ف كونجستين عرفنا يعني فلويد بولد اب بالهيباتيك فينز. انت مو عندك مثلا هسه هذا كبد وهذا مثلا فين، هنا مثلا يصير احتقان ويصير فد مشاكل، يعني اي مشكله بالفين اللي مرتبطه بهذا الكبد. فمن يصير عندك مشاكل فما جاي يوصل شن نقول دم واصل يعني عندك للكبد، فراح يصير عندك مشاكل وكل جزء يحتاج دم. فممكن يصير عندك مايل جندس اند ابنورمال ليفر فانكشن تيست. الجندس شنو؟ طبعا انتم المشكله هاي يعني اشياء مذكوره انها موجوده بغير سيستمات وموجوده بالاسفور اكثر شيء، مو مشكله. الجندس هو يعني حاله يعني بقوسين بالعربي ابو صفار، بس شنو يكون مايلد، اوكي مو شديد كلش. عندك abnormal liver function tests يسموه LFTS. هذا شنو شغلته؟ هذا شغلته انك يعني تسوي للمريض تاخذ عينه وتسوي فحص من المفحوص بيليروبين، اعتقد السامعين بي اللي هو الكريه الدم الحمراء ما تتفلش تعطيك بيليروبين، و ALT AST الى اخره من ذن الانزيمات تحسبين. فهنا قيم ما تبقى طبيعيه، تصير غير طبيعيه. هو ما قال لك تصعد او تنزل، يقول لك abnormal يعني غير طبيعيه. حلو، رحم الله والديك، ما يريد يدخل بالتفاصيل. ثرومبو امبوليزم، اتفقنا الامبوليزم هي مثل الخثره، وثرومبو يعني وين موجوده؟ ثرومبو امبوليزم يعني وين موجوده؟ بالديب فين ثرومبوسيس اند بولمونري امبوليزم. مي شنو نقول؟ اكر دو ذا افكت اوف لو كاردييك اوتبوت اند انفورست امبوليتي. انت ما جيت تحرك عندك، قلنا عندنا فيسكوسيتي حكينا قبل من الساعه بالجزء الاول، فالدم يتحرك بسرعه قليله، فممكن يعني واللو كارديك اوتبوت ممكن تؤدي لك الى تكون خثر. هذا الانسان عندك هذا ايديه هذا رجليه، هنا برجلين اكو فينات موجوده، مرات شنو يصير بيها خثره، تمام؟ امبوليزم او ثرومبو. وكذلك باللنك عنده هنا مثلا اللنك، وهنا هم هنا يصير عنده اللنك فيصير بيها امبوليزم. فهي يعني احد الكومليكيشنز اللي يصير عن طريق الهارت فيلر. هو احنا مجرد جايين نحكي عن الكومليكيشنز، فهمنا مشكله على مستوى الكبد، مشكله على مستوى الكليه نفسها، هم يعني العفو الكليه
والكلية بس عن طريق الإلكترود إمبلانس، ممكن على مستوى الكبد، على مستوى الإمبوليزمز اللي يصير بالبولموناري، وكذلك اللي يصير مثلا بالديب فين ثرمبوسيس اللي هي بالأقدام تصير. بعد شنو ممكن تصير أرثمية، ماكو حاجة تدخل تفاصيل الأرثمية، إذا تيجي تقرأها يجوز يجيبوها ما أدري أنا، بس هي يعني كافي إنك تعرف الأرثمية الريجولار هارت بيت يعني دقات القلب غير طبيعية تكون، وممكن يصير عندك سادن ديث، يعني قاعد أنت جايب المريض مالتك هو شو اسمه هارت فيلر قاعد بالمستشفى منتظم مدري شنو، فجأة شوف عنده هذا بقى مو باللون الأحمر صار رجب الأخضر يعني يدل عن الوفاة، شوف هذا الإي سي جي بدل ما هو إيش صار صار عدل، يعني هذا شنو عندك سادن ديث إنه مات. وصير وين تخيل 50% من الأشخاص اللي عندهم هارت فيلر، تخيل يعني أنت المريض اللي عندك بي هارت فيلر إنه هو معرض 50% إنه معرض إلى سادن ديث زين، وأكثر شيء هو شائع فنتركولار فيبريليشن تمام. شنو الانفستيكيشنز اللي ممكن تستعملها انت حتى يعني تعرف هذا الشخص بيه هارت فيلر؟ اي سي جي صار لنا ساعة كل ساعة نحل هذا الاي سي جي، ايكو كارديوغرافي او هو ما ذكره طبعا الكتروكارديوغرام هنا ايكو الايكو الايكو هو همين جيب مريض وكذلك يعني اقرب للاي سي جي كلش هواي، بس شلون الكاميرا تنحط يعني مثل المسدس ويتحرك على صدر المريض ويبدي يظل يباوع بيه الطبيب يشوف الصمامات عضلة القلب الدم الجاي يطلع الى اخره من الامور يعني، فهاي كلها ممكن تعرف بيها عن طريق انه شنو السبب اللي صار عندك من هذا المرض، شنو المشاكل الصايرة عندك بالفالفات مثل ما قلت لك. الادويه الان عندي ادويه تكون لونج تيرم يعني يستعملها على فترات طويله زمنيه كلش ممكن مدى حياته، فمن اشوف انا بالايكو اشوف اكو تفصيلات اشوف اذا هاي الادويه تفيده لو ما تفيده اذا انطيها تمام جيد. بلود تيست يعني اخذ دم وافحص مثل سيرم يوريا كرياتينين هذا مهم، الالكترولايت هيموجلوبين ثايرويد فانكشن كذلك مثل ما قلت لك من ساعة على المستوى الليفر ممكن نسوي يعني ما الليفر فانكشن تيست الى اخره. البي ام بي اللي هو بي تايب ناتريوريتيك بيبتايد هذا نوع من انزيم ينفرز من الاذين الايمن ويكون عالي بالهارت فيلر، وكذلك هو يساعدني انه ماركر يعني يقول لك ترى دير بالك اكو مشكله يمكن تلقاها انه شنو هذا الانسان عنده هارت فيلر، وكذلك يساعدك انك تعرف ان هذا الانسان بي هارت فيلر عن الانواع الاخرى البريثلسنس او بيريفرال ايديما، يعني انت شخص عندك شاك هل هو هارت فيلر لو عنده بريثلسنس لو بيريفرال ايديما يعني فد مشاكل، فانت من هذا تفحصه وتعرف ان القيمه مالته ممكن يساعدك بالتشخيص تمام. هاي ثلاث أشياء مهمة يعني وذكرية قليلة ما داخل تفاصيلها فرحم الله والديهم. حسب المانجمنت يعني هسه راح نحكي عن شلون شلون نقول شلون أتعامل ويا هذا المريض، شنو أنطي أدوية، شلون أسوي له ما أسوي له إلى آخره. بالنسبة للبيشنت بوزيشن إنه يعني أخلي المريض سيت يعني شلون أقول له اقعد عدل، لان هذا من اقعد المريض راح يقلل البريلود واحنا عرفنا بعد البريلود شنو، فمن يقلل البريلود شوي يرتاح المريض. ممكن انطي اوكسجين ثيرابي، هذا اذا المريض ممكن يكون عنده الاوكسجين قليل يسموها الحاله الطبيه هايبوكسيا شوفها، فانا انطي اوكسجين حتى ارفع نسبه الاوكسجين عنده تمام. ممكن استعمل له سي بي اي بي الكونتينوس بوزيتيف ايروي بريشر اللي هو هذا مجرد يعني انطيه فد يعني فد جهاز هم يتركب على وجهه وانطيه فد هواء بمستوى ضغط معين مليمتر زئبقي بحيث احافظ عليه ايش قد يريد الطبيب والى اخره. النيتريتس هذا مجرد مثل كليسرايل نيتريت، هذا شنو فائدته؟ يقلل البريلود، هو انا شغلتي احاول اقلل البريلود، اذا تتذكر هو البريلود من ينتقل فيصير هيك شيء الايمن، فانا احاول اقلل البريلود بحيث يرجع يصعد فوق حتى شوي يتحسن المريض، فقاعد اعدل انطي اوكسجين انطي سي بي اي بي نيتريت هذا مهم طبعا افتر لود زين. لوب دايرتكس يا هل لوب دايرتكس يعني شنو؟ يعني الدايرتكس باوع بالكليه اكو جزء هو مسؤول يعني شلون يكون لك البول والى اخره، ولو يعني ما داخل بس خل اوصل فكره ف خل نوصلها بهالطريقه نحاول يعني ابسط شيء. هذا الجزء هنا يصير عندك يسمونه ميمبرين كابيلاري والى اخره والجلوميرولاس وبومان كبسول هاي مالك علاقه بيه، مثل هذا الجزء الاول يسموه بي سي تي البروكسيمال كونفولوت تيوبيول، اكو ادويه مدرره تشتغل على هذا الجزء
ومثلا هسه هذا شوف مثل اللوب يسموه لوب اوف هنلي، اكو ادويه هنا تشتغل على هذا اللي هي هاي لوب دايرتكس مثل الفيروسمايد. هذا شنو يساعدك؟ يساعدك انك يخلي اذا عندك اوفرلود يعني شلون نقول مورم هوايه بسوائل مريضك، فتعطيه هاي اللوب دايرتكس يساعدك بسهوله تطرد هاي السوائل الى الخارج. انوتروبيك ايجنتس ذن مهمات يعني اذا يعني if these measures prove ineffective يعني انت سويت عشرات كلها وما جاي تشتغل عندك، فممكن تعطي مثلا دوبيتامين اللي هو هذا يحاول يساعد لك ويرجع لك تقريبا الكارديك اوتبوت يعني شويه طبيعيه. واخير شيء عندك انترا اورتيك بالون بومب، هاي تخيل انا دخل بالابهر يعني فد مثل البالون، وهاي البالون تنفخ وتنسد مع مرتبطه مع جهاز معين، فيعني هاي من كلش المريضه يعني تنقول ما بقى شيء ما سويته يا ما جيت البر فانطيها زين. شنو بعد عندنا؟ management of chronic. هسه احنا صارنا ساعة نحكي على management بس يا acute، هسه ايش راح نحكي على الكرونيك. بالنسبة للكرونيك اقل يعني اعلم education، يعني اقل انت بيك هيك شي مرض، هيك شي علاجه، هيك شي تساعد نفسك، هيك شي لازم تسوي، لازم هيك ما تجد نفسك الى اخره. الاكل اقل اكل عدل، لا تاكل اشياء مو زينه ما ادري شنو الى اخره، الدهن العالي الى اخره. افويد شوف هاي السولت فود، الاكل بملاح عاليه ابعد عنها. الكحول اقل له حاول يعني بالنهايه هي احسن شيء اقل اقطع الكحول، واذا مدخن اقل سيسيشن اوف سموكينج ترى هاي تاذي عليك. كذا مهمات هذا وهذا هم. طبعا هذا بالنسبه وين جاي نحكي هسه بالكرونيك. زين بعد شنو ممكن تقلم؟ وين راحت؟ اكسرسايز يعني فد يتمرن يوميا بين يوم يوم، المهم يعني يتمرن يحرك جسمه، ياخذ لقاحات خصوصا اذا هو نيموكوكال فاكسيشن انفلونزا اذا لان هو ما يتحمل جسمه يصير عنده انفكشن الى اخره، فاقل اخذ لقاح الى اخره تعالج بسرعه يعني حتى لا يعني جسمك يعني ما يقاوم. ودرك اللي دراكس بعد هنا ان دراكس هي تفيد يعني بان هذا المريض تقلل البريلود. اوكي فانا هو قلت لك شغلتي تقلل البريلود، هاي مهمه يعني انطيها للمريض. ماكو شيء بعد بيها تفصيله. بالنسبه للادويه قلت لك تقلل الافتر لود او انكريز اللي قلت لك بالضبط هيك تسوي كونتراكت ار مور يوزفول، يعني انت لو تعطي دواء شو يسوي؟ يقلل البريلود، انا هذا البريلود اوكي او ستريتشنج، فهيك هذا شنو شو يسوي؟ انطي ادويه تقلل هذا فترفع لي فوق. واكو ادويه نفس الوقت ما تشتغل على البريلود، لا تشتغل انها تحاول يعني تزيد عندك المايوكارديا كونتراكتلي تي او تقلل الافتر لود. ارجع الى اول محاضره الجزء الاول كلش بدايته سولفنا على هاي، انت اذا فاهم فيجا تفهم ليش طينا هاي الادويه. زين بالنسبه للنظام كل ساعه عيده صار لي ساعه رينين انجيوتنسين الدسترون سيستم الراس سيستم. زين الانجيوتنسين جين يتحول الى انجيوتنسين 1 زين، منو يحوله؟ الرينين. منو يفرزه؟ الكدني. فيتحول الانجيوتنسين الى انجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 يتحول الى انجيوتنسين 2 عن طريق الاي سي اي انجيوتنسين جين كونفرتنج انزيم. هذا وين ينفرز؟ السلرين ينفرز بالكليه، هذا ينفرز بالرئات، فيحول لك كل واحد الى 2. زين اذا ما اريده يتحول من 1 الى 2 انا شنو اللي حول لي اياه؟ مو اسمه اي سي اي انجيوتنسين كونفرت اي سي جين كونفرتنج انزيم، انطي انهبيتر. انهبيتر مثل ما اخذته ان جي دي يعني يمنع عمله، فمن يمنع عمله فما عاد ما يتحول الى هنا، فراح يزيد هذا النسبه بس هذا ما يتكون جيد. المهم شنو تاثير هذا الانجيوتنسين 2 اللي يتحول؟ هذا يسوي لك يفرز الالدسترون، وعرفنا الالدسترون شو يسوي؟ يخلي الكليه تمتص بعد سوائل، وكذلك يسبب لك فازو كونستركشن اللي هو هذا انجيوتنسين، يساعد تفعل نظام السمباثيتك، وكذلك قلنا مثل ما الدسترون يعني يمتص الماء والسوائل. ممكن نقللها قلنا بالاي سي انهبيترز نفس الحكي السائد، وكذلك الاربس من حكينا الاربس اللي انجيوتنسين 2 ريسبتر بلوكر، بحيث الانجيوتنسين ما يعني هو متحول انجيوتنسين 2 بس شنو انا؟ اكو هو مو يشتغل على ريسبتر، فانا هذا الريسبتر اقطعه حتى ما يشتغل عليه. زين وبعد عندنا بيتا بلوكر من الكورتيكويدز ريسبتر انتاغونست دارتكس الى اخره. زين بالنسبه للبراديكاينين اند فازو دايليشن، البراديكينين هو بيبتايد يعني نوع من البيبتايدات اللي هو شنو شغلته؟ يسوي فازو دايليشن. اوكي هذا الفازو دايليشن ممكن انا كان بي بوتنشالي بوتنتييتد باي بوتنشييتد باي اي سي انهبيترز، هذن اي سي انهبيترز توقف شغل البراديكينين والفازو دايليشن. ليش؟ لان الاي سي انهبيتر قلل من انتاج البراديكينين، فاذا قل البراديكينين فاكيد ما راح يسوي فازو دايليشن. تمام
بالنسبة هسه راح ندخل على الدايرتكس. الدايرتكس وظيفتها شنو؟ إن وظيفة الدايرتكس إن هي تخلي الكلية تقليها طردي بول، زين. اللي ما تتخليها تطرد بول نسميها انتي، انتي دايرتكس. هاي تخليها لا تقليها رجعي للجسم، بس الدايرتكس من اسمها مدررة، مدررة، فتخلي الكلية تقليها طردي البول إلى. فمن تطرد البول تطرد السوائل تطرد الهاي، فالبلود فوليوم يعني الدم الموجود عندك راح يقل شوي الفوليوم، وبالتالي تقلل لك البريلود، وبالتالي زيد يعني تحسن الحاله مال ابو الهارت فيلر. شنو بعد تاثيرات عليها اخرى؟ كذلك تقلل الافتر لود وزيد لك الكونتراكتيليتي. فهاي كل الحالتين حسب هذا المخطط مال ستارلينك اكيد راح تفيدك في معالجه ابو الهارت فيلر، زين. استعمالها في حاله شخص عنده هارت فيلر، بيشنت وذ هارت فيلر دايركتس كان ليد تو beneficial fall in filling process with either no change or an improvement in cardiac output. يعني تحاول تقلل لك الفيلينج، الفيلينج اللي عرفناه هو البريلود، بس ما تأثر على الكارديك أوتبوت. أوكي for severe، زين، جماعة السيفير وكرونيك هارت فيلر particularly with renal impairment. إذا عندهم perineal، وهي أحد يعني قلنا عليها الكومبليكيشنز، يعني تخيل هو سيفير وكرونيك ورينال، هذا كلش. فيقول أن intravenous infusion، يعني أنطي بالوريد فيروزمايد، وهاي قلنا شنو فيروزمايد؟ هو أحد اللوب دايرتكس المدررات، هاي قلنا بتجي صايرة. فممكن يبدأ عملية الدايرسيس ويطرد البول. يقول لك إذا تدمج هذا الدواء مثلا ويا الثايزايد، الثايزايد هم نوع آخر من المدررات، أوكي، يسموه ثايزايد دراكس. فهذن شنو؟ هم يعني يقول لك إذا دمجت اثنين، هذن اثنين يشتغلن بصورة كلش قوية ومضبوطة، بس يقول لك لازم تاخذهن يعني كير، يعني تهتم وتنتبه حتى لا تخلي يظل يطرد هواي كل ساعة، يعني يقول شو يصير بهذا، يسبب ديهايدريشن، جفاف المريض، فلازم يعني انتبه عليه وانطي قيم محسوبة ومضبوطة، زين. بالنسبة لهذا مينرال كورتيكويد ريسبتر انتاغونست، انتاغونست يعني شنو؟ يعاكس الاسم هذا المذكور به، يعني من يقول لك اغونست يعني يساعده الفيدباك، سامعين بالفيدباك خذناه بالام جي دي او الميتا ما اتذكر. فالمهم اذا اغونست يعني يسوي بوزيتيف، يعني زيد يقول له يلا اشتغل انا اشتغل وياك، بس من يجيب انتاغونست لا يجي يكتل يخلي يقلل عمله. فشنو فايدته هذا؟ يقول لك هذا مثل السبايرونالاكتون والابنرفنون، اذا هم دايرتكس، يعني اسد تقول هالشيء كل ساعه دايرتكس، اي هنا خمسه المذكورات كانت عندنا. فالمهم هذنا يقول لك مفيد بالاشخاص اللي عندهم هارت فيلر وخصوصا السيفير، بس عقلنا سيفير كرونيك، هسه سيفير ليفت فنتريكولار سيستوليك ديسفانكشن، زين. They improve long term clinical outcome، يعني يشتغلون على long term اللي هم قلنا سيفير هارت فيلر or heart failure following acute MI، يعني إذا شخص عنده MI وصار عنده هارت فيلر فذولا تفيدهم هاي ال MRA، زين. شنو potential side effects؟ يعني side effects أضرار جانبية ممكن يسبب لك هايبركاليميا، واتفقنا شنو يعني بوتاسيوم عالي بالبلوت، شوف especially when used with AC inhibitors، فهاي لازم تتبعون عليها. طبعا المحاضرة طويلة، يعني يفضل واحد يقسمها يومية في 20 سلايد 10 سلايدات يحفظ، زين. بالنسبة للانجيتنسين هذا صار هسه وشنو، هاي اخر محاضرة، هسه اخر سلايدات مجرد الاسماء الادوية اللي اخذناها وشلون يشتغلون، زين. انجيتنسين converting enzyme وين بالله خلينا نشوفها. الانجيوتنسين كونفرتيك انزيمز الرول ان هارت فيلر مانجمنت، شنو فايدته بال يعني هارت فيلر؟ يقول لك الاي سي انهبيترز يلعب دور مهم بالحالات الهارت فيلر، ليش؟ لان هو يخرب الفيسكوس سيركل، احنا قلنا هارت فيلر يصير عنده فيسكوس الدم يتحرك جوه، فهذا لا يخلي شويه دم يسترع عن طريق تفعيل النيورو هرمون عرفناه اكتيفيشن ان ذا ديزيز. ذي اتشيف ذس باي بلوكينج ذا كونفرشن اوف انجيوتنسين 1 تو انجيوتنسين 2، هاي فهمنا هو شنو شغلته، يوقف انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2. شنو شغله افكت ذا انهبيشن اوف، من يسوي لك انهبيشن يقول لك شو يسوي؟ يقلل الفازو كونستركشن، يعني هو شنو في شغلته هذا يسوي فازو كونستركشن؟ اذا انا منعته ايش راح يصير عندي؟ يقلل الفازو كونستركشن، يعني ايش راح يصير؟ فازو دايليشن، وكذلك اكتيفيشن ريديوس كذلك السمباثيتك نيرف سيستم وكذلك السولت ووتر ريتينشن. ليش؟ لان هو هذا شنو يخلي الالدسترون ينفرز، يعني قصدي الالدسترون هو جاي من السمباثيتك والى اخره. يعني بين قوسين الانجيوتنسين 2
شغلته يسوي فازو كونستركشن، يفرز الالدسترون، يفعل السمباثيتك الى اخره. هو هذا نظام الراس سيستم، اوكي، هو منظم الراس. بس من اجيب الانهيبيتر مالته راح يحاول يفعل كل شيء بالعكس. اذا كان فازو كونستركشن يقللها، يعني فازو دايليشن، يسوي اكتيفيشن يقللها، يشغل اكثر شيء، يعني يقلل الفازو. اذا كان اكو سولت ووتر نتيجه افراز الالدسترون، لا يقللها. فهاي شغلته. زين، شنو البينيفيتس مالت الفائده يعني من انطين هذا المريض؟ فيقلل نسبه الوفيات بالحالات المودريت والسيفير مال هارت فيلر، اوكي، وكذلك بريفنت اوفرت هارت فيلر ان بيشنت وذ بور ريجوال ليفت فينتريكل، هاي يعني فتت الى اخره من الحالات. يعني المهم انه يقلل نسبه الوفيات بها حالات المودريت والسيفير. الادفيرس افكتس they may include symptomatic hypotension، يعني شو نقول التأثير الجانبي ممكن يسبب لك hypotension، renal impaired renal function particularly patient with bilateral، إذا bilateral renal artery stenosis، يعني عندك artery وعندك artery وهذا هنا العفو هاي كلية وهاي كلية وهاي art، فمن stenosis مثلا مضيق هنا، بس شنو bilateral يعني بالجهتين، وانت هنا جاي يسوي هو يقللها الدم الواصل له، هو أصلا دم قليل، فهنا شو ممكن يسبب لك impaired. وكذلك يزيد لك نسبة البوتاسيوم وإلى آخره من الأمور. زين، بالنسبة إلى أنجيوتنسين كونفرتك إنزيم إنهيبيترز البريكاوجن، يعني أشياء تخليها ببالك من تستعملها. ستارتنج شورت أكتنج أي سي إنهيبيترز كان كاز سيجنيفيكنت بلود بريشر دروبس، يعني البلود بريشر يقل، يعني يصير عندك هايبوتنشن، خصوصا بالأشخاص الكبار أو الأشخاص اللي هم أصلا عندهم هايبوتنشن أو عندهم أصلا هايبو فوليوم، يعني دمهم قليل أو السوائل الموجودة بجسم قليلة أو الهايبوناتريميا، يعني ذولا انتبه يعني من تغطيهم، ممكن هاي عندك الأضرار تصير. زين، نوصل إلى دواء يسموه أنجيوتنسين ريسبتر بلوكر، يعني إحنا قلنا هسه موجود التو بس أكو ريسبتر أنا أسوي له بلوكر. فانكشن شوف block the action of angiotensin on the heart، ما يخلينا يشتغل على الهارت، وكذلك ما يخلينا يشتغل على البريفرال فاسكولاريتيز، يعني الفيزلز الموجوده بالبريفرال وعرفنا باليدين هاي الاخري وعلى الكدني، يمنع عنا الفايده من هاي المنع. بالهيمودايناميك تشينز، يعني تاثيراتها تكون جيده على مستوى الدم الدموي. تقريبا عمله يشبه عمل الاي سي انهيبيتر، ويقول لك generally better they have comparable effect on mortality، يعني تأثيرات على الوفيات، and can be good alternative for patient إذا عندهم مشكلة بالإي سي إنهيبيتر ممكن نعطيهم ذولة وممكن يقللنا إلى آخره الوفيات إلى آخر. نبريلايسين إنهيبيترز representative drugs the only drug currently in العفو شوي تعبت اللسان يظل يشمر. The only drug currently in this class is sacubitril، أو الفضة كيف ما تلفظ اللي هو هذا. فالمهم يقول لك هاي أحد الأدوية الموجودة بهذا، which is inhibits nebrilicin. هو شنو هذا النبرايسين؟ يقول لك enzyme responsible for breakdown of endogenous diuretics ENP and PNP، يعني عندك ENP و PNP هذا الإنزيم اللي هو نبرايسين يفلشن، فبس من نجيب inhibitors إليه لا ما يفلشن. يقول لك من تستعملها وهي الارس اللي هي تونا حكيناها انجيوتنسين ريسبتر بلوكرز وين كومبايند ايش راح يقول لك ات كان ييلد اديشنال سيمبتوماتيك اند مورتاليتي بينيفيتس، يعني فوائد على مستوى الوفيات والى اخره. بيوند اي سي انهيبيتر اند از ريكومندد فور مانجمنت ريزيستنت هارت فيلر، المهم يعني يقول لك من تستعملها وهي الاي ار بي عنده تاثيرات قويه، حال من استعمله قلنا ال دواء اخر اللي هو همين مندمج ممكن يفيد للمريض. زين، الفازو دايليتر شنو؟ يعني انت عندك فيزل صاير بي فازو كونستركشن، من تطي ادويه يسموها فازو دايليترز لا توسع. يوسفول ان كرونيك، يقول لك مهمه بالكرونيك هارت فيلر خصوصا وين اي سي انهيبيترز اور ارس ار كونترا انديكيتد، يعني من جاي مثلا اي سي انهيبيتر الى اخره، هاي مهمه انطيها. تايبس اند افكتس، مثلا النايتريتس يقول لك يقلل لك البريلود، يقلل البريلود، while arterial dilators such hydralazine reduces afterload، فانت فينو دايليترز مثل النيترات هذا يقلل لك البريلود، اما الافترلود هذا. زين، their use is limited by pharmacological tolerance and hypotension، يعني مو دائما استعمالها تمام بسبب تاثيرات على الهايبوتنشن والى اخره. زين، بيتا ادرينوسبترز بلوكرز، شنو الفانكشن مالتها؟ بيتا بلوكرز help counteract the deuterated effects و increase sympathetic stimulation، يزيد sympathetic stimulation
ويقلل خطر حصول الأرثمية والسدن ديث. أوكي، فمهم هذا اللي قلنا أحد الكومبليكيشن ممكن سدن ديث. اليوزج مالته انشيت إن ستاندرد دوزز، يعني في قيم معينة بيتا بلوكرز مي بيرسيفيت أكيوت أون كرونيك هارت فيلر. أكيوت أون كرونيك يعني هو عند أكيوت أنه بتحول إلى كرونيك بسبب حالة معينة. في المهم but when given in small intracerebral doses من تعطيه نسب قليلة ممكن يزيد لك نسبة الإجكشن فراكشن، وهذا أعتقد بالفصلجة واضح، ويقلل الفريكونسي أوف هوسبيتاليزيشن أند مورتاليتي، يقلل كم الوفيات الأشخاص عندهم كرونيك هارت فيلر. زين الرجيم يعني نسبته أريتيبيكال رجيم إز بايزوبرولول ستارتنج آت دوز من 1.25 ملي غرام ديلي أند إنكريزد جراجولي، ويزداد يعني أبدي بنسبة قليلة نبو شوي شوي أبدي أزداد على مدى 12 أسبوع، يعني شقد 3 أشهر إلى أن نوصل القيمة مالتي اللي هي 10 ملي غرام باليوم. فأبدي أنا 1.25 ولحد ما أوصل 10 ملي غرام. تأثير الفائدة مالته بيتا بلوكرز ار مور افكتيف ات ريدوسينج مورتاليتي، يعني اكثر فائدة او شو نقول افكتيف، يعني اكثر اقوى او احسن في تقليل نسبة الوفيات من الاي سي انهبيترز وذ ريليتيف ريسك ريدكشن اوف 33% مقارنة مع 20% ريسبكتيفلي. يعني يقول لك بالريسك مالته هذا يقللها هذا 33% أبول 20 اي سي انهبيتر، فشوف انت احسن يعني لان هذا 33% اللي هو البيتا ادرينال ريسبتر بلوكرز. ايفا برادين اللي هو فانكشن مالته اكس اون ايفا برادين اكس اون ذا اي اف اللي هو فاني ريسبتر ان وورد كارنت ان ذا اس اي نود. اكو اس اي نود اكو ريسبتر يسمو فاني ريسبتر، فهذا شغلته من يشتغل عليه يقلل لك الهارت ريت. اوكي البنفيتس اتس ريدوس هوسبيتال ادمشن اند مورتاليتي، هم يقلل نسبه الوفيات وذ هارت فيلر اللي هم جماعه المودريت اور سيفير ليفت فينتريكولار سيستوليك امبيرمنت سيوتابيليتي ان من يعني تطي يعني ان من تطي هذا البيشنت هو كان نوت تيك ما يقدرون ياخذون بيتا بلوكرز او مالتهم الهارت ريت ريجيم هاي ديسبايت بيتا بلوكرز، فيعني مشكله يعني جماعه البيتا بلوكرز اللي شوي يكون ما جاي يشتغلوا ياهم او خطر عليهم فممكن انا انطي هذا. اتس ان افكتيف ان بيشنت وذ اتريال فيبريليشن، يعني ما يفيد الجماعه اللي عندهم اتريال فيبريليشن فيبرلين بالاتريال الفبرل الاذينيه ما ان افكتيف يكون. يعني الديجوكسين هذا هو هسه صار لنا ساعه نحكي، هذا هو اكثر واحد شيوع وهذا يستعمل كثيرا ورحنا وتاخذونه بالامار وتاخذوا بتالي 100,000 يعني موديول. اليوزج مالته كان بي يوز تو بروفايد ريت كنترول ان بيشنت وذ هارت فيلر. اوكي وجماعه الاتريال فيبريليشن ان بيشنت وذ سيفير هارت فيلر اللي هو حسب النظام نيويورك يا هو كلاس 3 الى 4. زين دايجكسين ريدوس ذا هوسبيتاليزيشن فور هارت ريت، ويقلل لك يعني جماعه المستشفيات والوفيات. يقول لك عرفهم انه هو ما عنده افكت على اللونج تيرم سيرفايفل، يعني هو على الفتره الطويله يعني تاثيره وبقاء على قيد الحياه ما له علاقه، بس هو يقلل من الهوسبيتاليزيشن. اوكي اشياء غير ادويه، هسه حكينا اشياء ادويه، هسه اشياء مو ادويه ممكن نعطي امبلانتبل كارديفيرتر ديفيبريليتر اي سي دي يو فانكشن اون ذيس ديفايسز، هي عباره عن اجهزه زيد البروغنوسيس اند سيرفايفل يعني بقاء الحياه اكثر للاشخاص مثل فينتريكل اريثميا هارت فيلر. هاي جهاز بعد عندنا ريسينكرونيزيشن ديفايسز، هاي الفانكشن مالته ان بيشنت وذ ماركت انترا فينتريكولار كوندكتنج ديلي، اكو تاخير بالفسلجه اكو اس اي نود اي في نود بندل الى اخره، فاكو هنا الفنتريكلز مرات يصير اكو تاخير فممكن انا استعمل هذا. كذلك سيفير سيبتومز عنده يعني مليوسه كلش مال هارت فيلر، زين ممكن هذا يكون هيلفول. they pace both the left and right ventricle stimulationally to generate، يعني يشتغل على الرايت والليفت مال الفنتريكلز حتى يكونوا بصوره منتظمه ويشتغلن ويرجع عن الكاردييك اوتبوت الى نحو الطبيعي. هذه البنفيت مالته these devices are associated with improved symptoms and survival، شنو فائدته؟ زيد عندك يعني بقاء وهاي شو نقول السيمبتومز الظاهره عنده شوي تقللها والسرفايفل شوي يزيدها نسبته. زين ممكن coronary revascularization
من اسمها كورونري، يعني هاي الأوعية التاجية اللي هي شنو نقول لك، هاي نسوي كورونري أرتري باي باس، يعني باي باس يعني الحركة من مكان إلى مكان، يعني من طريقة عملية أو بيركوتينيوس كورونري انترفيشن. هذا يعني أشتغل أنا على الكورونري بحيث وخلي اتجاهه يتجه من مكان إلى آخر in areas of myocardium، يعني مكان ما يوصل للدم، فأنا شوي أخذ من هذا الجزء أخليه يوصل لهذا الجزء لين ما جاي يوصل للدم، فاستعمل هاي العملية. cardiac transplantation هاي بعد هنا يعني أجيب أزرع على قلب جديد من متبرع إلى آخره. indication this procedure is used for intractable or refractory heart failure and is dependent on the availability of donor heart. يعني هذا يقول لك مو تجيبه شلون ما يجي، هذا يعتمد على توفره وعلى وجود يعني شخص هو يريد يعني يتبرع بقلبه. اما البنفيتس cardiac transplantation usually dramatically improves the reception quality of life، يعني يقول لك دراماتيكلي يعني شلون نقول gradual، يعني شوي شوي تحسن من مستوى الحياه. الكومبليكيشن ممكن يعني شنو ممكن الاضرار مالته، يقول لك سيريس كومبليكيشن، يعني معناه من يقول لك سيريس يعني ممكن وفيات، ممكن الجسم ما يستقبل هذا القلب ويعتبره جسم غريب ويحاربه، فممكن يسبب لك اثيروسكلروسيس انفكشن اصابه الى اخره من الامور. اكو اجهزه يسموها الفنتريكلر اسيست ديفايسز، هاي شنو ديفايس ار يوز تو ميكانيكلي سيركليت بلود فولي بلود فروم ذا لوور تشامبرز اوف يور هارت to the rest of your body، يعني هن يحاولن يدفعن الدم، شلون نقول يساعد الفنتريكل يدفعن الدم من الفنتريكل الى باقي الجسم، يعني مثلا الرايت يودي للرئات، الليفت الى مثلا باقي الجسم، يساعدن عضلة القلب الضعيفة. اعتقد لهنا هي المحاضرة خلصت، اتمنى لكم التوفيق، معلوماتها كلش هواية، احاول اقسم المحاضرة شوية اجزاء حتى بلكت ان شاء الله تنحفظ يعني بالتقسيم بهاي الطريقة، وهي بالتقسيم كل شيء سريع، قسموها 5 سلايدات 5 10 10 وتنحفظ. شكرا جزيلا، بالتوفيق ان شاء الله.